ها خويا كنجيو لهاد البحر هذا على حساب قرب المسافه. حنا دابا كنسكنوا هنا والمسافه قريب، ولكن المشكل اللي كاين ما مهلينش فيه، ما المسؤولين ما ناسينو بزاف كاع مر. كنتمنى من المسؤولين ديال سله، كنتمنى منهم اللي ينبيو لينا هاد سميتو ينقيو ويقادو ويريقلو على حساب باش العائلات كلهم يجيو لهنايا. دابا شنو كاين هنا بحوره هنا في سله، كاين هذا لتحت وكاين هذا هنا، هاد شويه هذا ماشي زعما شي حاجه اللي غادي زعما تستغرق بزاف ديال الوقت ولا هذا. هذا هو اللي كنتمنى من المسؤولين ديال سله، كنتمنى منهم ينقيو لنا سميتو ويقادو لنا هاد البحر هذا، هاد البلايه هذه قادوها هنا. وكنتمنى منهم الله يجازيهم بخير. راه كاين الدجاج هنا، الدجاج لقيتو انا دابا هنا، الدراري صغار كيلعبوا، واحد عفط على الدجاج، دار الله عفط عليها من الدجاج. كنتمنى الاسباب ديال هاد الدجاج ديال الناس دابا، راك عارف هنايا تيجيو في العشيه كيسكروا كيلوحوا الدجاج كيهرسوه وكيلوحوا هنا، ولكن راه ماشي معقول هاد الشيء هذا، راه ماشي معقول باش غادي يلوحوا لنا الدجاج هنا ويتهرس الدراري صغار تيجيو يلعبوا، راه شي واحد راه غادي يتعطب. ولكن كنتمنى من المسؤولين يقادوا لنا هاد البحر هذا ويقادوا لنا هاد المسائل هذه. هادشي راه ماشي خدمه وماشي، والله يهديهم. هذا هو اللي تنقول لك انا، الله يهديك خويا. كنجي انا ديما هنا، هذا هو المتنفس ديال الساكنه، فهمتي؟ اما تجي تبحر، اما تجي تريح، اما بزاف ديال الحوايج. هاد البلاصه قريبه ليا، كنشوف فيها الطفوله ديالي، فهمتي؟ انا عندي مثلا 55 عام، انا كبرت هنا، مول 10 سنين كنجي لهنايا، فملي كنجي هنا راه كنتفكر الذكريات ديال الطفوله ديالي والشغاب، فهمتي؟ نهربوا لمالي الدار ونجيو للبحر، فهمتي؟ كما باقي الاطوال وكيف كما كان، كما باقي، ما لا نقى ما كاينش، عمر نقى ما كان. حيت علاش ما كاينش حراسه هنايا، ما كاينش نظافه، ما كاينش اللي سنان، فهمتي؟ طلع عليك كيفاش داير، بل كان كثر كاع. كانت واحد الشركه ديال الحليب اللي كتخوي داك الميفايات ديالها هنا، راه كانت كتلقى مازال دابا شويه، فهمتي؟ دابا ما الحمد لله راه ولا شويه. سي نورمال، اي بحر كيكون فيه الغرق، لان راه كيجيو ناس برانيين، حيت الناس دابا كتجي العائله عندي مثلا غادي يجيبوا لي، لازم نقول لهم هبطكم للبحر قريب، انا ما عنديش ترانسبور، ما عنديش هذه، ما عنديش، فهمتي؟ غادي نجيبوا بلاصه اقرب ليا، فهمتي؟ الناس براني ما وليداتهم، انا بالنسبه لي انا مثلا وليداتي ولاد المنطقه وانا كبرت في المنطقه وهذا، راه كنعرف نعوم وكنعلم وليداتي، ان البراني ما كيعرفش شيء، كيجيو كيشوفوا داك الشيء اللي كيديروا اللي كيبغي يديروا وليدات البراني، فهمتي؟ فكيكونوا حالات زعما التفتوا لهذه المنطقه راه يكون احسن، فهمتي؟ بحي رزويوان ومتنفس ديال الجهه كامله، فهمتي؟ الا كان كما قلت الاخ وليدات، الا كان هنايا مثلا واحد الحارس بالمنصه ديالو يعطي جماليه حتى لهاد البلاصه هذه، حتى ملي غادي تجي توقف هنا تلقى واحد المنصه واحد الحارس لابس ديك اللبسه ديالو كيعطيك جماليه حتى للمنطقه.